حلوه. ومن بعد جديد المفروض هيك بالمبدا هيك مش هيك صحيح. رجعي بعدني جديده فيها الشغله. بونجور بونجور. من بعد جديد دكتوره بالبسيكولوجي. بالإذن أول شيء بدي أشكركم لأنه جيتوا تحضروني، وبتأمل شيء اللي بدي أقوله تاخدوا بعين الاعتبار. أول شيء بدي أبلش إنه بالحياة في كتير مشاكل، وأساس هالمشاكل هو المرض. عادة لما نحن نقول مرض بتفكروا دايماً بكانسر بسيدا، بس كمان في المرض اللي هو المرض النفسي اللي كمان ما بتعطوله أهمية. فأنا اليوم جاي أحكيكم عن مرض نفسي اسمه Perfection Disease. شو يعني Perfection Disease؟ أول شيء كلنا بالحياة منحب نبين حلوين قدام العالم، ما حدا بحب يبين بشع. بس أي متى بتصير شغلة مرض عند الإنسان؟ هو تعطيكم مثال من شخص فات لعندي كرمال علاجه أنا وجربت قد ما في يساعده. فاتت لعند بنت كان عندها ايدل بحياتها تطلع فيها. البنت كانت تضل تشوف صورها على الفيسبوك، على كل شيء سوشيال ميديا، على مجلات، انه تلاقيها واو جسمها شو حلو، شو شكلها حلو، انه تلاقيها بيرفكت. فجربت تعمل المستحيل انه تبين مثلها. صارت تضعف، مع انه هي ما كانت ناصحه، صارت تضعف زياده عن اللزوم، صارت تعمل عمليات تجميل لتشبهها، صارت تضل تحط ميك اب على طول، ما تشيل الميك اب، ووصلت لمرحله انه تكره حالها لانه ما كانت عم تزبط معها تبين مثل هيدا الشخص اللي هي بتشوفه مثل مثالها الاعلى. فانا هدفي هون كرمال ساعد هالعالم، ساعد الاشخاص اللي ما بيشوفوا الشيء الحلو فيهم، ساعدهم يلاقوا هالشيء الحلو، لانه ما في شيء بالنهايه بيرفكت بالحياه، بس في شيء اسمه جمال الطبيعي اللي هو اجمل بكثير من البرفكشن بالحياه، اجمل بكثير. وإذا بتسمحوا لي أنا بغني غنية خاصة بموضوعنا بما أنه فتحناه وهيك. بلش. Mama said you're a pretty girl. What's in your head? It doesn't matter. Brush your hair. Fix your teeth. What you wear. It's all that matters. Just another stage. Pageant the pain away. This time I'm gonna take the crown without falling down, down, down. Pretty hurts. Shine the light on whatever's worth. Perfection is a disease of a nation. Pretty hurts, pretty hurts. Pretty hurts. Shine the light on whatever's worth. Trying to fix something but you can't fix what you can't see. It's the soul that needs a surgery. Blind the hair, flat chest. TV says bigger is better. Soft beach, sugar free. Folks says thinner is better. Just another stage. Pageant the pain away. This time I'm gonna take the crown without falling down, down, down. Pretty hurts. Shine the light on whatever's worth. Perfection is a disease of a nation. Pretty hurts, pretty hurts. Pretty hurts. Shine the light on whatever's worth. Trying to fix something but you can't fix what you can't see. It's the soul that needs a surgery. وبدي انهيها بجملة واحدة بس، انه God makes no mistakes. الله ما بيغلط. مرسي كتير. أنا بدي أقولها برافو لمبال، لأنه بالنسبة لعمرها الصغير تقدر تفكر بموضوع منه سطحي أبداً، وتقدر تشوف هدول الأشياء بالمجتمع. هو شيء كتير منيح أنه يجولي بهيدا العمر بيكونوا
بيقدروا يكونوا الأشخاص ضعاف ويتاخدوا بالمناظر، أو هي مركزة على الموضوع واستعملت ذكائها تتنقي الموضوع، واستعملت ذكائها كمان أنا بلاقي تتنقي الأغنية. يعني مش معقول يكون في أغنية هالقد ضابطة على الموضوع أكتر منها. So, وحتى اختيار الأغنية كان كتير مناسب لصوتها، لأنه أول شيء لمرة أخذت الطبقة 100% مظبوطة، ورينج الغنية يعني مدى الغنية بحد ذاته هو لبى صوتها. سو العالي ما كان عالي أكتر من اللزوم ولا الواطي أوطى من اللزوم، هذا الشيء كان كتير منيح. سو كانت بمنطقة سيف، يعني ما فيها مجازفة بالنسبة للطبقة ولطبقة صوتها هي، وغنت صح. ما كان في نوتات فلتة، ما ظهرت عن اللحن. سو أنا بقول لها برافو وبديها تكفي بهالطريقه، بس اكيد بعد تعطي شويه نيانس اكثر بالغناء. بس اليوم انا شايفه فرق كثير بالغناء وبالصوت وبالتركيز على المشهد اللي عملته. ما بال بنت ذكيه كثير، بتشتغل كثير منيح بالصفوف، عندها دينه قويه. اليوم جبرتني دغري ركز معها شو عم تعمل، أتمنى هيك عندها حضور. في عنا شغلة بس نرجع عزيت الموضوع، حضورها وكل أدائها وكل شيء سابقين صوتها. صوتها بده شغل. أحلى شيء حبيته بالإضافة للموضوع اللي حكيت عنه ليسلي، أكتر شيء حبيت فيها إنه هي وعم تحكي كأنه عن جد ملمة بالموضوع، يعني هي بالبسيكولوجي إنه هي معالجة نفسية وبتعرف الموضوع، عم تخبرنا عنه بكل ثقة وعم تحكي مثل كأنه فعلا هي وإجا لعندي حدا وإجت لعندي بنت وكذا، يعني كأنه مزبوط، يعني ماسكة كاركتير مزبوط مع إنه هي مثل ما حكيته صغيرة بالعمر. هيدي أوضح مرة بشوف مبال من اول ما بلشنا، اوضح مره واضحه، يعني عملت شيء فاتت، كانت قويه، ثقه بنفسها، سلمت علينا، حكيت، غنت، سمعناها، شفناها، يعني بحس انه كان في شيء هيك على صوره مبال غشاء يمكن هيك، اليوم شفتها واضحه، حبيت هالشيء كثير بغض النظر عن صوتها كبير او صغير، بس شفتها هي كبنت هيك عميقة لذيذة بتفهم ماسكة كاركتير مظبوط، وشفتها واضحة لأول مرة. بالنسبة لمبال في جهد واضح، محضرة الكلام يلي بدها تقوله، فايتة وكاتبة كل شيء، وهذا شيء منه غلط أبدا. هيدا الثبات يعني بالديسكور تبعها بالحوار تبعها اعطاها حجم، اعطاها عمر، علما انه هي صغيره. يعني عملت بافضل طريقه ممكنه دور هالدكتوره هالمعالجه النفسيه، وكانت مقنعه، يعني كانت مقنعه لمطارح. هلا ما طولت كثير بالحوار، ودغري انتقلت للاغنيه. يعني كنت تمنيت بس لو حضرتنا انه بدها تغني، يعني كثير ابسورد انه كيف هالمعالجه النفسيه فجاه بتصير عم بتغني، لانه هالقد كانت على طريق اللي عن جد البرفكشن بالنسبه لدوره، لقيت انه انتقلت على الغنى بطريقه شوي سريعه. كان لازم تجهزنا بس للاغنيه، ما رح فوت بتفاصيل كيف غنت. وكمان كانت يا ريت النهايه كمان هيك اشتغلتها أكتر، لأنه هي عملت بس خلاصة الموضوع أنه الله ما بيغلط، ما بيعمل شي غلط، ومزبوط. يعني الخلاصة كتير حلوة كيف قدمتها، ولكن كان بيحمل نهاية الديسكور تبعها، نهاية الحوار تبعها، كان بيحمل نهاية، كان بيحمل أنه مثل ما بلشت، كيف سلمت علينا، كيف قعدت، كيف بلشت تحكي، كان بيحمل انه النهاية مثلا تطرح علينا ما بعرف هالجمعية كيف نحن بنقدر نساعدها، تطرح يمكن مثل ما بيقولوا سوليسيون، يعني تلاقي لنا حل، شو ممكن تكون الحلول، انه
وين فينا نشتغل نحنا تنعالج هالموضوع. ولكن عامة في جهد وهالجهد واضح. برافو. أنا كتير حبيت الموضوع كمان لأنه جديد ومميز، يعني مختلف عن كده البقية، ويمكن نحنا مش مفكرين فيه أبدا. وحبيت الأتيتود تبعه وكيف فاتت كل شيء عملته ودجا حكيته عنه. بس بالنهاية بيبقى أنه ما بلدها تشتغل أكثر على صوتها. واليوم كان أكثر شيء واضح هو أنه ما قدرت تحافظ على توناليتي من أول غنية لآخرة، يعني في كتير مطارح فلت فيها الصوت وظهرت فيها عن الطبقة يلي اختارتها بالأول. هيدا شغلة خطيرة للي بيغنوا، لأنه بتكون فيها كتير مشكلة بالبرايم أو بالحفلة اللايف، لأنه بيبين النشاز وبيبين فيه ضعف. عم بال أنه تشتغل أكتر على هذا الموضوع، تقوي دينتها، لأنه ميزان الموسيقى دينته، وكل ما بتكون دينتها قوية كل ما رح تعرف حالها أكتر وقتها بتغلط وبتصلح غلطها أسرع.